تصل من هناك رسلان حنون حذاري من أخطاء هذه الكرة لو خطفت من هناك حولت يبحث من خلالها العالم الانتظار كريستوفر جون ولكن جون لم يستحسن التصرف معها لعبها باستعجال لتأتي بسهولة في أيادي وبأحضان من أحضان محمد حميد. هل يأتي الرد؟ هل تأتي العقوبة؟ الجوية في كرة عكسية ردة فعل سريعة لكنها تقطع من دفاعات الزوراء. حذاري من الأخطاء لأن خطأ في مباراة اليوم ربما يكون هدف، خطأ في مباراة اليوم ربما يكون 3 نقاط، خطأ في مباراة اليوم ربما يكون انتصار جديد في سجل أحد الفريقين. خطأ يحتسب. ميثم جبار سبق واللعب للقوة الجوية. أيمن حسين شد من القميص واضح، وهذه الكرة التي أخطأ في تمريرها رسلان إلى سعد قطعت من مراد كان وليس لوي، أرسلها بشكل مميز وحضرها لكريستوفر جون لكن كريستوفر بالقدم اليسرى أرسلها في المكان الذي يقف فيه محمد حميد. وهدر أخطر فرصة لفريق الزوراء، أخطر فرصة في النصف.